التالي طبيب سعودي يتقدم لوظيفة معقب ويقابل بالرفض. تقدم الطبيب مهنا سعود للعمل معقبا في أحد الشركات متوقعا أن تقبله الشركة، خاصة في ظل احتياجات الشركات والمؤسسات للاستعوذة. صحيح عبد الحكيم، لكن والغريب في الأمر أن طلبه قوبل بالرفض، وكان السبب أنت طبيب وأنت تستحق أفضل من هذا. نحن بصراحة قصة غريبة، طبيب يطلب يعني ما رفض على أنه ما عنده الشهادات أو ما عنده خبرات، لا رفض لأنه شهادته أعلى من لكن احنا ودنا نسمع القصة من صاحب القصة. معنا الآن على الهاتف دكتور مهنا سعود. حياك الله دكتور. حيا ودوم الله يعافيك سلمى. ممكن تحكي لنا قصتك بشكل سريع؟ القصة أول شيء مسج عليك وعلى السادة المشاهدين. القصة باختصار سبب البطالة لجأت إلى عمل خارج نطاق المفروض أن أكون فيه. باختصار يمكن كذا. طيب معلش دكتور، أنت خريج أي جامعة؟ أنا خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. جميل. أعتبر يعني من أفضل جامعات في الشرق الأوسط. كلية الطب. نعم كلية الطب الأسنان. هل معدلك لا يسمح أو لا يخدمك أنك تجد وظيفة؟ لا بالعكس، بالنسبة للطب كونك تحمل المؤهل وتجتاز الاختبارات والتصنيف السعودي، فأنت لو كان معدلك 100% أو 50% لا يفرق، لأني أنا أقدم على عمل لا يستطيع المعدل، رغم أن المعدل ليس سيء، المعدلات العالية ممكن نحتاجها لما نتكلم عن الدراسات الأكاديمية العليا. طيب يعني أنت الآن عاطل في هذه اللحظة؟ من سنة. من سنة؟ نعم. أوف. لا إن شاء الله يرزقك الله إن شاء الله في أقرب فرصة. وخلني أرجع للموقف، إيش كان شعورك لما قال لك الموظف، وأتوقع أنها مقيم، يوم ذكر لك أنك تستحق أفضل من كذا، إيش كان موقف؟ صراحة كنت محبط، كنت يعني مرحلة يعني موقف تقريبا
تغير الحال من حزن إلى فرح واعتزاز وفخر. ما كنت بتوقع اللي كان يصير. وهي وقفة ما هي غريبة على أبناء بلدي. تفاعل منقطع النظير من شخصية المجتمع السوشيال ميديا كثير كثير من الأخوان وأنت على رأس القائمة اللي اهتموا وحاولوا يظهرون المشكلة. أنا الآن تعدت مشكلتي من حصولي على وظيفة إلى حل هذه المشكلة. مهنا إذا حصل على وظيفة لا يعني انتهى المشكلة. زملائي كثير. يا سلام. طيب الحين عندي سؤال، هل تخصصك ما في احتياج؟ لا، الاحتياج موجود. نعم، نعي ان الدولة في حالة حرب عزلة موجود هذا الشيء، وحنا نوقف مع الدولة وكلفنا ان ندفع من جيبنا. لكن الخلل مو هنا، الخلل انه في احد غيرك يشتغل هذا المكان ونظاميا انت المفروض تكون مكانه. عام 1927 اقر المرحوم خادم الحرمين الملك عبد الله نظام الاحتلال موجود الاجنبي يحل مكانه سعودي. النظام هذا أوقف تقريبا شهر 8 السنة الماضية. يعني ما هو عداء للأجنبي بالعكس، لكن ابن البلد أولى. طيب أنت، أنا سمعت أنك أنت قدمت على بعض الوظائف مجانا مجرد انك ما تقدر تفاضل في البيت. نعم، انا كان احد المستشفيات كان هنا في فترة الانشاء ومريتهم طلب من الوظيفة رفضوا لعدم الاحتياج ولأنه أصلاً أنا ما راح أحصل بالراتب المجاني. عارف طبيب الأسنان الحكومي مؤهله في كافة الراتب لا يقطع 18,000 في القطاع الخاص ما بين 5-7 أحسن الأحوال. فأنت تتنازل عن تقريبا 60% من راتبك اللي تستحقه مقابل أنك ما تظل جالس وتظل عالة على أحد. إحنا تعبنا وتغربنا وما راح أشكي أنا حالي لأنه هذا من التعب يصنع الرجال. دكتور مهنا، شكرا لمداخلتك معنا في برنامج أخباركم. نتمنى أن يصل صوتك لمن عنده القرار
مشاكل يعني صحيح واحد بيشتغل لا واللي يدرسون في الخارج يعني مبتعثين لما يرجع ومع شهادة يعني ذات قيمة وعنده تجارب جميلة يتفاجأ أنه يعني بعد هالكم الهائل من السنوات اللي قضاها مغترب يحصل ما في مجال واضح إنه مهنا وده يشتغل مو بس وده ياخذ راتب وياخذ وعلى كلام حتى زملاء